مرحبا، اليوم بدي اورجيكم اوفر واتش. طبعا اوفر واتش نزلت امبارح بالليل، يعني اليوم الصبح. اللعبه هاي من بليزرد، اخر لعبه نزلوها من وقت ستار كرافت 2 ليجاسي اوف ذا فويد. هي اللعبه هاي شوتر على نمط اللي هي شو اسمها دريم فورتريس 2. المهم شو هي الجيم؟ الجيم هي عبارة عن انت عندك هيروز، هدول الهيروز فيك تستعملهم لحتى تروح تقوس، مثل بالضبط خلينا نقول اشياء مثل دوتا، بس انسى الدوتا، مثل تيم فورتريس 2. تيم فورتريس 2 كان فيها ستة اظن، ست كلاسز بتلعب فيهم، هون حاطين اكثر. طبعا كل واحد له شخصيته وباك ستوري والى اخره والكلام هذا كله. هلا طبعا عندك السوشيال، محل ما بتشوف رفقاتك والى اخره. الاوبشنز على البي سي جيده جدا، في كتير اوبشنز فيك تغيرها هون. فيك حتى تروح على الادفانس وتغير كتير اشياء. طبعا انا هون حاططها تقريبا على اعلى شيء، اموره تمام، ورافع ريزولوشن على 2K تمام. هلا في عندك خلينا نرجع للهيرو جاليري. طبعا في عندك بالهيرو جاليري فيك تشوف كل ما لعبت بهيرو اكثر، كل ما مو فعليا مو اكثر، في شغل اسمه لوت بوكسز تاخذها بيطلع لك اشياء. في هي مثلا هاي السنايبر، فيك تاخذ مثلا في هاد مكري، في إلو سبريز فيك تستعمل السبريز، هذول السبريز بتبخن على الحيطان مثل بكاونتر سترايك. في عندك كمان، في عندك هون شغله اسمها لوت بوكسز، هدول اللوت بوكسز تشتريهم، بس يطلع لك لوت بوكس بتقدر تشتري بفلوس طبعا بيوروزون، لانه انا على الاوروبي عم بلعب. بتاخذهم طبعا مايكرو ترانزاكشنز، بيفتحوا لك اشياء مثل الاواعي وبوزز وهالقصص، هي سبريز جديده والى اخره تمام. خليني اورجيكم اللعبه. في هدول الاربع مودات، بس هذا المود الكويك بلاي هو المود اللي كل الناس تلعب فيه. هذا ضد الكمبيوتر اذا حابب تلعب ضد الاي اي. هذا كاستم جيم، فيك تغير رولز، وعاده ما عشان فورجيكم اياه بدك تجي وتحط عالم يعني حتى تنزلهم، غير هيك ما حقيقي. بدك تجي وتقول له فيا باتل تاج وتقول له دور على واحد وتعمل له انفايت من السوشيال تبعك. فهي هي فعليا المود اللي اذا حابب تلعب برايفت خلينا نقول تمام. هذا الاركيد مود، لحظه ما بدي فوق، لا تفوت. الاركيد مود بيعطيك خلينا نقول له رولز مختلفه عن اللعبه العاديه، يعني 200% هيلث و الالتيميت جين ريت اللي هي الالتيميت تبعك بالدوائر لحتى تطلع تمام. المهم خلينا نورجيكم المود الوحيد اللي على الناس عم تلعبه هلا، وحيد. طبعا هي واحده من المشاكل بالجيم، ما بتعطيك اوبشنز شو بدك تلعب وشو مود اللعبه اللي بدك تلعبها. معظمهم هي عبارة عن يا اما ديفند البوينتس يا اما اسكورت لشي شغلة من محل لمحل. يعني ايش هلا السيرفرات كويسة سريعة، ما لحد هلا ما شفت مشاكل باللاج ولا مشاكل انه ما لاقي حدا يلعب، بس كمان بنفس الوقت لانه ما في غير مود واحد، ما بعرف انا لو كان في اكتر من مود شو كان صار. هاي مشكلة بالجيم ترى، اذا انت ما عندك الاوبشنز هو يعني تشاريع عم تلعب هذا المود بس، اللي هو شغله يعني ممكن تكون ممنحه. هلا طبعا في عندك سته، احنا حنلعب اتاك، معناته انا بدي اختار شيء واحد، مثلا اختار فاره. هي طبعا كل واحد منهم عنده ابيليتيز، شيء بيطير بيضربوا مثلا قنابل الى اخره مثل هاي. في عندك مثلا هذا بيضرب المسدس تبعه، يا بيضرب طلقه يا ست طلقات ورا بعض، وبيقدر يعمل رولز وما رولز وقصص هاي. طبعا خلينا نحن نختار حدا يفيدهم شوي للشبيبه. في هذا الهيلر تمام، بس انا ما حاخذ هيلر، راح اخذ هذا تمام. ففي عندك مثلا شوت، في عندك الشوتس كلها بتفضل هاي. في عندك الستام بوم بتزته بعينهم هيك بيقوم بيناموا. وفي عندك اخر شيء اللي هو الرول. هلا لاحظ هيك فضيت المسدس، اذا مثلا في حد عم يهاجمك بتعمل دوج بتعبي المسدس. ميتال سلاج بين قوسين. المهم كل باب الجيم مثل ما قلت لكم
It's high noon somewhere in the world. سريعة كتير، في ألوان كتير، الكلاسز كل واحد باللعب طريقة، مو كلهم بعرف ألعب فيهم. هلأ هذا ماشي حالي في وسط، اللي شاطر فيهم أكتر شيء النايت. هلأ أفرجيكم إياه، نسيت شو اسمه. طبعا هذا في واحد حاطط شيلد فوق، لما نطلع لهم بقى نشوف شو فينا نصل لفوق ولا ما فينا. هذا خالص بدك بقى شو تحاول انك تصل الاوبجكتيف اللي هي ايه، بدك تروح عليها وتسيطر عليها. خالص تمام. فهي هي بيسكلي اللعبه، بدك تقوس وتصل محل محل، تستعمل الابيليتيز تبعك بالوقت المناسب. جابني تمام. هلا فيك تغير الهيرو، مثلا تقول ناخذ مثلا نايت، هذا اللي انا يعني نسبيا شاطر فيه. طبعا لاحظ الالتيميت تبعي اللي بالنص، الواحد بالمية هي اللي عم تتعبى، بعد شوي بتصير فل. اللعبة هي كانوا بليزرد بزمانهم عم يعملوا شغلة اسمها بروجكت تايتن، اللي هي بالمستقبل القريب و سنة ام او كذا. هي بيقولوا انه إلها ريحة من اللعبة هذيك. فظيع فظيع. شايفين كل الهيروز، تشكيلة الهيروز هي الشيء الحلو، هي اللي مخلي اللعبة منيحة. الشوتينج فيها جيد كمان، يعني الضرب كويس، بس مثل ما عم قلكم يعني هي فن وسريعة وحلوة وكتير، بس في مشكلة أساسية 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 هي الجيم مودز. ما فيها جيم مودز، that's weird. هل حدا عنده هيل هون بشي محل؟ لا، ندورنا على هيل شي في محل فوق ولا هون ولا هون. هوك هوك هوك. طبعا هذا اللي بيصير لما تروح بدون ما يكون معك هيل كفاية. هاي تريسر. هذا الشيلد اللي معه اللي بيعمل فيه صد اذا بده، اللي هو شغله كويسه يعني. المهم هلا شغله ثانيه كمان، مرات المابس بتحس انه المحل، يعني المحل ما بدك تروح بعيد. تعا 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 تعا. اوي وات ذا هيل. طيب ماشي، انا شكلي حغير اسلوبي، حاخذ هاي فاره لانه هذا ما حيمشي حاله هيك، بده حدا سريع لحتى ينط حواليه. طبعا هاي عنده صواريخ. وفيها تطير، يعني مو كتير بس شوي. وفي عندها هاي الابيليتي اللي هي بتعمل ستان. اوب اوب اوب، ثاني 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 ثاني، ما لحقت. شوش ماشي. فشايفين اللعبه سريعه، لعبه اكشن، لعبه تطويل سريع، للي بيحب القتال الفيرست بيرسون شوترز راح تعجبه. اتس ا فيري ويل ميد جيم بليزرد، يعني مع انه هي اول مره بليزرد بيعملوا لعبه من هذا النوع، بس ظبطينا يعني ماشي حالهم. هات شوف احنا هلا بنطلع لفوق. كمان يلعن حظ. دكتورا سيستمز اونلاين.
هلا الحلو انه فيك تغير الهيرو تبعك، يعني مو شرط انك تعلق بنفس الهيرو دائما. هذا خالص. اوه ماي جاد. تلون. هذا ريبر كمان قوي، شكله خسرنا. لا لسه 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 لسه. دبل كيل. حلو حلو حلو. روح. تمام. هلا بقى شو بعد ما اخذنا الاوبجكتيف؟ المفروض انه ناخذ السيارة هاي على المكان الثاني. حلو. حط لي تراب بالارض. طب انا مثل الاهبل نزلت فيه. هات لي نشوف. ناخذه لبعيد. هذا ريبر في منهم طبعا من الهيروز، بدك لازم تقرب ولا ما بيمشي الحال. حلو نطلع هيك. لاحظوا المابس حلو شكله كتير، يعني ممتاز. شغالين الصيف. بدنا بس ال ايوه ايوه. هذا طبعا هذا السئيل بيضرب خالصين. شايفين الحلو بهاي الفيرة انه بتطير، يعني فعليا محل محل. صادوني. طيب نغير ل نغير ل هات هات نشوف. موف اراتيكلي تو ميك ات مور ديفيكولت. يس يس يس. هلا شايفين المشكله هاي الثانيه اللي قلت لكم عليها، اللي هي بدك 1000 سنه لتسافر محل محل. هلا اقول بهاي المرحله معلش، لانه انت فعليا عم ديفيت. ليش ديفيت؟ اللعنة. طبعا بعد كل مرحلة بورجيك البلاي اوف ذا جيم، مين احسن واحد عمل حركة. تمام. الميوزك كتير حلو على فكرة، خلينا نحكي الصراحة. الكاركترز زراف مسلين. هلا فيك تعمل فوت على حدا، مين عجبك اكثر واحد، اللي عمل هيلينج كتير، اللي عمل دامج بلوك. انا بدي اعطي لهذا 52% من الاتلات هو عملها او اسيست فيها. طبعا هي ليفل اب ريش ليفل 8، المفروض يعطوني لوت بوكس. فاللي حاعمله انا حاعمل ليف جيم وراح اورجيكم شغله هون. هي اللوت بوكس. تمام. فيك تعمل اوبن لوت وتشوف شو بيطلع لك. هلا فشو هون؟
فيكتوري بوز، وفي عندك هون ما بعرف شيء كرنسي تبع شو، اول هيروز 50 كرنسي، شو بتعمل ما بعرف، شكله له علاقه بالكومبيتيشن بس يطلع. وهي لاينز اذا حابب تستعمل لاينز مشان بس انه تحكي شغله، تمام. هذا سبري مثل ما كم شايفين هيك الجيم، طبعا بيعطوك اخر كاركتر انت لعبت فيه. وهون فيك تروح على الهايلايتس، بورجيك اخر احسن احلى خمس شغلات عملتهم. فمثلا مثلا شوف هون، هاي لما كنت عم بلعب ب نسيت اسمه دائما لحد هلا ما حفظته مزبوط. هذا روبوت، الروبوت هذا بيتحول ل ل ل لرشاش، اوكي، اسمه باستيان او باستيان. فتحولت لرشاش هون وقتها عملت 4 كيلز او 3 كيلز ورا بعض. هاي واحد هيكل وهيكل، فورجاني اياها هون بيسيف لك اياه. ولازم يحط لك اوفر واتش، تعرف لانه اوفر واتش از ايفريثينج بين قوسين. المهم هاي كمان في هاي حركه حلوه. كنت عم بلعب بالنايت وطلعوا لي اثنين قدامي وخلصت منهم، او ثلاثه فعليا. طبعا واحد منهم شغل الابيليتي اللي هي تكشف الاشياء. طبعا هذا مات وروحت ثلاثه سوا. اوفر واتش، لانه اوفر واتش هو الشيء الفظيع. شوفوا بصراحه هي جيم حلوه. واحد بيكون كذاب اذا قال ما لها حل، بس فكره انه ما في مودات وما في اوبشنز للعب، فكره انه ما في رانكت مود. ليش ما في رانكت مود؟ طيب بلشوا الرانكت مود، ولا ناطرين يعني سيزن وما سيزن حكي الفاضي؟ بيت عم نلعب ما بعرف، شيء غريب. طبعا هون كمان هايلايتس اذا حابب تشوف يعني الفكره، بس اطلع لكم الفكره انه هي هيك الجيم، بتفوت بتقوس بتطلع مثل تيم فورترس بالضبط بالضبط. بس اللهم هون عاملين شويه حركات اكثر. طبعا هاي الكلز اللي بلشت فيها، انه في كلز ورا بعض انه مثل سنايبنج افا بعض، فبيسيف لك اياهم على اساس اذا حابب تسجلهم لبعدين وتتفرج عليهم، تمام. بدنا مودز، بدنا مودز. مهم هاي هي اوفر واتش، لا تنسوا. مستاهل $60؟ لا حاليا لا، كان بكل بساطه ممكن يحطوها بسعر ارخص، وخاصه انه حاطين مايكرو ترانزاكشنز. ما كان في داعي ابدا انه تكون بهذا السعر. ما لي شايف فرقه عن هارثستون مثلا، كان ممكن يحطوا مثلا مودات بفلوس او مايكرو ترانزاكشنز او كذا. بس على كل وات ايفر، بس لعبة جيدة كبيس جيدة، بس لسه بدها شغل كتير. هاي هي اوفر واتش، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.